صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. النهارده في مصر جميله عندنا مجموعه من الفقرات المتنوعه هنبداها مع حضراتكم بهديه مصر للعالم وهو الاولمبياد الخاص بالقاره الافريقيه، وطبعا ده بيعتبر الالعاب الافريقيه الاولى للاولمبياد الخاص بما ان مصر هي الرئيس الاتحاد الدولي الافريقي، وهذه البطوله بتقام تحت رعايه السيد الرئيس مباشره وايضا بمجهودات وزاره الشباب والرياضه وايضا وزاره التضامن الاجتماعي. الاولمبياد الخاص بيضم مجموعه كبيره جدا من اللاعبين، 42 دوله افريقيه ب 800 لاعب ولاعبه، وبيقام على ارض مصر في الفترة من 23 وحتى 31 يناير، وطبعا بيقام في استاد القاهرة الدولي وأيضا استاد الدفاع الجوي. نطلع نشوف مع حضراتكم تقرير عن الأولمبياد الخاص بقارة أفريقيا ونرجع مرة تانية نواصل. مصر تستضيف أبطال الأولمبياد الخاص من 42 دولة إفريقية في أول وأكبر حدث إنساني على مستوى قارة أفريقيا بمشاركة 800 لاعب ولاعبة وشريك بالأولمبياد الخاص من 23 ل 31 يناير في القاهرة على ملاعب استاد القاهرة الدولي واستاد الدفاع الجوي. الألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الاتحاد الإفريقي. عقدت اللجنة المنظمة العليا للألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص التي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحفيا ختاميا قبل انطلاق الألعاب للإعلان عن موعد حفل الافتتاح وآخر المستجدات الخاصة بالألعاب. الحقيقة احنا النهاردة في يوم من الأيام العظيمة لمصر، الحقيقة انها تنظم البارالمبياد الخاص لي على مستوى افريقيا بالكامل اللي تقام فعاليتها في ارض مصر ان شاء الله. الحقيقة البارالمبياد ده يعني يلقى رعاية وعناية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة، وده توجيهه لينا دايما، وده في ختام رئاسة مصر الاتحاد الافريقي. والحقيقة يعني شيء طيب وشيء جميل، ولادنا دول الحقيقة هم فخر وشرف لينا مش في مصر بس، على مستوى القارة كلها. دي مش أول مرة ان انا شارك معاهم في البطولة، بس انا شاركت معاهم في بطولة اقليمية وبطولات عالمية وسافرت معاهم اكتر من مرة، والسبيشال اولمبيكس حاجة اساسية في حياتي، هي مش شغلتي الاساسية بس انا ما اقدرش ان انا استغنى عنهم، ومعايا اولاد كلهم مفيش احلى منهم، ويا ريت كل الناس تيجي تشجعنا ان شاء الله في البطوله من 23 ل 31 واحد ان شاء الله. انا دلوقتي بشتغل باسكت، وانا بحب الحقيقه باسكت، وانا كنت بطل سباحه بس انا كنت شاطره فيها جدا قوي، وانا مبسوطه معاك جدا مع حضرتك ومع الكابتن الجديد معانا. شاركنا في بطوله سبيشال نيدز الاولمبيك سبيشال نيدز، البطوله دي اول مره تتطبق في قاره افريقيا. احنا شاركنا معاهم، احنا اسمنا يونيفايد، الفرقه دي اسمها يونيفايد، اول مره تتطبق، فاحنا الغايه يعني ان احنا ندعمهم ونديهم بوش لقدام ان هم يبقوا ليهم ثقه في الملعب اكتر وانهم يتشجعوا يعني ويبقوا كويسين في الملعب. شرف لنا نرفع اسم مصر في البطولات الأفريقية، خصوصا ان هي الاولى على مستوى تنظيمها. فريقنا ان شاء الله قادر ان هو ينافس ويحقق مركز يشرف مصر. معانا طبعا مجموعه من الابطال لعبة السبيشال، ان شاء الله يكون قد المسؤوليه ويحقق ان شاء الله المطلوب منهم. تأتي إقامة الألعاب تزامنا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي منظمة الاتحاد الإفريقي التي تحمل في طياتها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولي الرئيس السيسي، وتعد انعكاسا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني.
نرجع مرة تانية مع كل السادة المشاهدين ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة. والحقيقة العالم كله دلوقتي بيتكلم على فيروس كورونا، شفنا كتير من الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض السادة المواطنين المصابين بفيروس كورونا في الصين وعدد من دول العالم، وطبعا في مخاوف عالمية من انتشار هذا الفيروس المميت والقاتل. منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه ممكن يكون في حالة طوارئ في حالة انتشار هذا الفيروس في جميع أنحاء العالم. طبعا البداية كانت في الصين وانتشر بعد كده لليابان وكوريا وأمريكا بسبب طبعا المسافرين. معظم أو كل تقريبا مطارات العالم أخذت إجراءات احترازية للكشف على المواطنين العائدين من الصين، وطبعا بيكون في فحوصات وفي بعض الأعراض، لكن هنتكلم بتفاصيل عن فيروس كورونا وأشهر الأسئلة المنتشرة واللي محتاجة أجوبة وهنقدمها طبعا لحضراتكم. ولكن خلونا في البداية نقول أن السفارة المصرية في بكين تؤكد عدم وجود إصابات بعدوى فيروس كورونا الجديد ما بين أبناء الجالية المصرية في الصين، وتتابع أحوال الجالية المصرية في مدينة ووهان. صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج أن السفارة المصرية في بكين تقوم بمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في ووهان بمقاطعة خوبي من خلال التواصل المباشر معهم سواء تليفونيا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الصينية للإطمئنان عليهم وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة بفرض الحجر الصحي على المدينة بالكامل ووقف كافة وسائل النقل منها وإليها. وأكد أنه لا توجد أي حالات إصابة بين أبناء الجالية المصرية في الصين، وأن السفارة قامت بتعميم عدد من البيانات على أبناء الجالية في المدينة بهدف حصر أعدادهم وجمع البيانات وتقديمها للسلطات الصينية، فضلا عن قيام السفارة بالاتصال بالسلطات الصينية سواء في بكين أو في ووهان للوقوف على أي مساعدة يمكن تقديمها للجالية. طبعا في بعض الأسئلة المنتشرة عالميا واللي طبعا في ليها أجوبة سريعة، خلينا نتكلم نقول ما هي أصلا الأعراض بالإصابة بفيروس كورونا. الأعراض بتشمل مجموعة من الأعراض زي الحمى والسعال، دي التنفس أحيانا، وممكن أن هي تتطور فيما بعد للإصابة بالالتهاب الرئوي، وقد تسبب بعض المضاعفات الحادة لدى الأشخاص اللي عندهم مناعة ضعيفة زي المسنين والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة زي السرطان والسكر وأمراض الرئة المزمنة. كمان من الأسئلة المنتشرة جدا، ما هو فيروس كورونا؟ الإجابة، يعد فيروس كورونا أحد الفيروسات الشائعة والتي تسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي والجيوب الأنفية والتهابات الحلق، وفي معظم الحالات لا تكون الإصابة به خطيرة باستثناء الإصابة بنوعين معروفين من فيروس كورونا وهما موجودين في معروفة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية واللي ظهر في عام 2012، وأيضا متلازمة التنفسية الحادة الوخيمة واللي ظهرت في عام 2003، وطبعا أصبح في تطور للفيروس وظهر مرة تانية في نهاية ديسمبر في 2019 في مقاطعة ووهان الصينية. هل في تطعيمات او هل في اي شيء ممكن ان هو يتاخد بحيث ان هو يحمي الانسان من الاصابه من فيروس كورونا؟ لا، لانه لا يوجد حتى الان علاج نوعي لهذا اللقاح. طبعا الاسئله الكثيره المنتشره واللي طبعا في هوس عالمي بسبب هذا الفيروس، ولكن في بعض الاجراءات الوقائيه اللي ممكن الانسان يتبعها بحيث ان هو يحافظ على نفسه. اول حاجه، لا يختلط باشخاص ممكن يكون عندهم اعراض للاصابه بالامراض التنفسيه او اي نوع من انواع الانفلونزا. غسيل اليدين بالميه والصابون لمده 20 ثانيه، وطبعا كتير مننا بيغسل ايديه ولكن بيغسلها بسرعه. المهم انه الغسيل يمتد لكل الاماكن الموجوده في الايد ويتغسل لمده طويله، فبالتالي نضمن انه هيكون في يعني عدم الاصابه باي فيروس مش بس كورونا. وطبعا دي كمان من الاجراءات الهامه جدا الانسان يتبعها يوميا بحيث ان هو يقدر يحافظ على صحته وعدم الاصابه بالامراض والفيروسات. طبعا مطلوب من الساده المواطنين ان هم يغطوا الجهاز التنفسي بتاعهم مناخيرهم وبقهم بالكمامات لو هم هيكونوا موجودين في
اماكن ممكن يكون فيها اشخاص مصابين باي نوع من انواع الانفلونزا، وده طبعا نوع من انواع الوقايه. بنتمنى السلامة للجميع، وطبعا الإجراءات الاحترازية أيضا موجودة في مطار القاهرة الدولي، وأكدت وزارة الصحة عدم إصابة أي شخص في مصر بفيروس الكورونا أو وصول أي حالات من الصين أو غيرها من الدول مصابة بهذا الفيروس. نيجي لأخبارنا التانية، والحقيقة في خبر سعيد وهيسعد كل عشاق كرة القدم، لأنه متحف مدام توسو اختار أنه هو يعمل تمثال لمحمد صلاح ويكون ضمن المشاهير الموجودين في متحف مدام توسو. المتحف ده بيضم مشاهير العالم، تماثيل معمولة ليهم بالشمع، وطبعا مجسدات بحجمهم الطبيعي وبالأشكالهم الطبيعية، بالتالي اللي يدخل المتحف هيلاقي نفسه ضمن مجموعة كبيرة من المشاهير. محمد صلاح أكد أنه يعني متحمس بشكل كبير جدا ومتعاون قوي مع القائمين على متحف مدام توسو للشمع الموجود في العاصمة البريطانية، وطبعا ده بيعتبر أول تمثال للاعب مصري يكون موجود ضمن المشاهير الموجودين في متحف مدام توسو. صرحت ديلي ميل البريطانية يوم الجمعة أنه محمد صلاح بيقول أنه هو متحمس جدا للغاية بالعمل مع صناع متحف مدام توسو من أجل خروج هذا التمثال للعالم. ومن جانبه صرح أيضا المدير العام لمتحف مدام توسو قائلا: نبدأ عام 2020 بهذا الإعلان الذي يسعد بالتأكيد محبي كرة القدم حول العالم، وتحديدا محبي محمد صلاح كمهاجم مصري وبطل طبعا للدوري من أبطال أوروبا وكاس العالم للأندية مع ليفربول، وطبعا بيعتبر نجم من نجوم العالم في عالم الكرة. هنطلع نشوف تقرير عن الموضوع ونرجع مرة تانية نواصل لقائنا مع حضرتك. Hi, it's Mo Salah at Madame Tussauds London. I'm getting my very own figure later this year. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم. ومصر جميلة، احتفلنا كلنا بالأمس بعيد الشرطة مع رجال الشرطة الشرفاء، والنهاردة بيسعدنا ان احنا يكون معنا دكتور سيد عبد الحميد استاذ علم النفس بكلية التربية جامعة حلوان، ونتكلم على روح الانتماء وتلاحم الشعب مع الشرطة. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك معنا. دكتور سيد، طبعا يعني بطولات الشرطة واضحة للجميع، والحقيقه ان روح الانتماء بتتغرس في الشباب من وهم صغيرين، من في الاطفال يعني، وطبعا بيكبروا عندهم انتماء، ولولا انه في اهالي غرسوا في اولادهم حب الانتماء وحب الوطن، لولا ان احنا بنشوف كل يوم شهداء من الشرطه والجيش بيضحوا بارواحهم علشان خاطر احنا نكون امنين. فكره تربيه الاطفال على حب الوطن والانتماء. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا سعيد بان اجلس امامك. ثانيا، من البدهي ومن الطبيعي جدا أن أتوجه بالشكر إلى هيئة الشرطة أفرادا ومساعدين وضباط. الحقيقة أنا والله ما أنا يعني عاوز أشكر فيهم قوي، بس ساعات بخاف. ليه؟ الناس أحيانا ياخدوك على مزلج معين ويصنفوك تصنيف معين، إنما أنا ليا خبرة معهم منتهى الأدب والذوق الرفيع في التعامل. لا، خلينا نتفق على شيء. نعم. خلينا في بداية الكلام نتفق على شيء. نعم. الحقيقة ما فيش حد لا يفخر بشرطته وجيشه في العالم كله، ولما بقى فيه التصنيفات وبقى فيه الكلام والجدل الداير في المجتمع المصري، ده كان بفعل فاعل، لأن طول عمر المصريين بيحبوا شرطتهم، بيحبوا جيشهم، بيحبوا وطنهم. فالتفرقة دي جت من الجماعة الإرهابية اللي كان قصدها تقسيم المجتمع المصري، فالفكرة دي راحت لزوال ورجعنا كلنا على قلب رجل واحد، همنا الأول والأخير مصر وحبنا لمصر وانتمائنا لمصر. الحمد لله. طبعا أنا بس فيما يخص الانتماء، الانتماء من منظور نفسي هو حاجة نفسية لدى الفرد. يعني لما تبصي بدون ما أعقد المشاهد في هرم ماسلو أو الأهرام الحاجات النفسية، في هرم الحاجات النفسية لدى الفرد موجود فيه حاجة اسمها الحاجة بالانتماء. يعني الإنسان بطبعه مدني زي ما قال ابن خلدون، يعني يحب الاجتماع بالغير والانتماء الى الغير. كلمه الانتماء اصلا لما تيجي تبحث في اصلها فيها معنى الزياده، مش فيها معنى النقصان.
أنا إذا أردت أن أنتسب إلى معاليكي فعلي أن أزداد بصفاتي وخصائصي إلى الحد الذي يجعلني في مصافك حتى أنتسب إليك. الانتماء حاجة طبيعية. المصريون يتفرطون عن سائر شعوب الدنيا كلها، وأنا سافرت دول كتير، أن لديهم انتماء في غاية الشدة والروعة والجمال والحب لمصر. وإن بدا في ظاهر الأحوال لدى من يتصيدون أن هناك من إذا قال كلمة هنا أو كلمة هناك لكنه ساعة يجد الجد، فإنه تجده منتميا إلى هذه البلد ولديه استعداد فطري ومكتسب لأن يضحي بذاته من أجل هذا البلد ومن أجل هذا الوطن. مثال التضحية الأعلى الذي يمثل رمزا وفخارا للمجتمع الحقيقة هيئة الشرطة التي قدمت الكثير من الشهداء وأمنتنا في بيوتنا، وأصبحنا نأمن ونزأط ونحن نجلس في بيوتنا مستكينين مطمئنين. ويكفي أن تعرفي أنه في عيد الشرطة ذكرت مجموعة من الإحصائيات خاصة بهيئة الشرطة تنم عن جدية في العمل وانتماء إلى الوطن، لأن من الانتماء، الانتماء في مكوناته الإخلاص، التضحية، الإيثار، دي اسمها مكونات الانتماء بنجيبها من التحليل الإحصائي لقياسات علم النفس. فكونه يقوم بهذا الجهد ومثل هذه الإحصائيات الكبيرة أن يضبط مثلا 50,917 قطعة سلاح معناه أنه قد وأد في المهد آلية من آليات مداهمة المجتمع ومحاولة الاعتداء عليه، وهذه واحدة تحسب للشرطة. لما تشوفي حجم المخدرات اللي لو كانت ثابت في المجتمع المصري وتأثيرها على الشباب طبعاً. وصلت حجمها بالتقدير النقدي 2,790,000، يعني قريب من 3 مليار. الحشيش اللي تم ضبطه واللي لو دخل 3 طن حشيش، وتم ضبط ما يناهز أكثر من 582 كيلو ستروكس. قولي لي بقى، طبعا لديها بعض العمليات الاستباقية التي وأدت من يفكر في الإرهاب وترويع المجتمع في مهدها. صحيح. وهذا يحسب للشرطة، أليس هذا انتماء؟ طبعا. إذا لم يكن هذا انتماء وملخصه هذا الإخلاص في العمل فليأتي إلي أحد يعلمني ما الانتماء. الانتماء إخلاص. إيثار. إيثار يعني إيه؟ يؤثر الآخر على ذاته. ضابط الشرطة وفرد الشرطة وفرد القوات المسلحة الذي يقتل دفاعا عن الغير، ألا يعد مثلا يانعا ساطعا رائعا بازغا في الإيثار؟ طبعا. آثر الغير على ذاته حتى جاد بكل ما وجوده، يعني ما يملك حياته اللي هو ذاته نفسها، جاد بها كلها، وترك من أولاده صغارا وامرأة قد تكون في مقتبل العمر، سيدة في مقتبل العمر، لتعيش حالة من حالات الترمل أو تصبح بوصف أرملة. من الذي يفعل ذلك إلا إذا كان منتميا انتماء دافقا خالصا لأرض المحروسة؟ أكيد هذا لابد أن يكون منه. طبعا. الحب كمان، الحب نرجع ليه، فكرة الحب، الحب لكن في جزء من الانتماء. طيب بعد الفاصل، بعد نطلع فاصل ونرجع نتكلم على الحب كجزء من الانتماء. نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل اللقاء، وكنا بنتكلم قبل الفاصل على الحب كجزء من الانتماء. اتفضل يا دكتور. الانتماء لهذا البلد، في لما تيجي تحللي مقاييس الانتماء هتجد الحب مكون من مكونات. طب قولي لي بقى، ما هو اللي يضحي واللي يؤدي الامانه واللي يشتغل بجديه واللي يخلص في عمله اكيد يبقى محب. طبعا. ان المحب لمن يحب يطيع، مش كده ولا ايه؟ طبعا. فما كونه داخله تحركه نوازع العاطفه بالحب لهذا البلد فسوف ينعكس ذلك على السلوك، سوف يؤدي عمله باخلاص وفي الميعاد وباتقان وبتجويد، وتحمله عاطفة الاستحواذ، حب الاستحواذ على البلد كأنه مثلا بيحضن حبيبته. فالانتماء منه
تجدي مكون الحب. من الذي يغرس الحب؟ المفروض ان مؤسسات التنشئة الاجتماعية كلها، انتم في الاعلام لديكم دور في غرس الانتماء الى هذا البلد. اكيد. ايضا المؤسسات، الكنيسة، ايضا المسجد، ايضا المدرسة، مجموعة النوادي الاجتماع، النوادي الرياضية، مراكز الشباب، كل هذه لو فعل دورها سوف يؤدي إلى تصفية الانتماء وتنقيته ورفع مكانته إلى الحد الذرة، حيث يصبح سامقا رائقا يليق بهذا الشعب العظيم. صدقيني شعب مصر شعب عظيم جدا، وشعب رايق، وشعب محترم. صحيح. فالحب جزء من الانتماء، وحب صحيح. هذا البلد بيظهر بصراحة. دكتور أنا عندي سؤال دايما بيحيرني، أنا ما عنديش شك أن المصريين يعني ما بيحبوش مصر، كلنا كمصريين بنحب مصر وعايزين بلدنا تكون أحسن بلد في العالم، لكن عندنا سلوكيات سيئة جدا، منها عدم المحافظة على نظافة البلد، منها تخريب الآثار في بعض الأحيان، منها عدم الالتزام ببعض القوانين، يعني في طبيعة كده تتنافى تماما مع فكرة إن إحنا بنحب بلدنا وعايزينها تكون أحسن بلد. هل في تحليل للأسباب؟ في تحليل. بصي، الأول لابد أن ننظر إلى الإحصاءات النفسية والخاصة بالسلوك، يا ترى كم من الشعب المصري يقوم بمثل هذه الأفعال، ولنفترض أنها فئة قليلة لأن القاسم الأعظم هو حب هذا البلد وبالتالي يحافظ عليه. لماذا يقوم أحد الناس بأنه سايق عربية فخمة جدا على فكرة ويروح رامي رامي الكنز؟ يا أخي ما شاء الله عليك، تركب عربية فلة يعني ما لا وغير كده يعني خلينا برضو نتكلم ويبقى عندنا مكاشفة، لو الناس هتحافظ على نظافة بلدها مش هترمي زبالة في الشارع. قد إيه إحنا بنعاني من كم القمامة اللي موجود في الشارع. بص يا أستاذتنا، هو بيجي من أسلوب التربية. يعني أنا شخصيا لما باجي أركب عربيتي وولادي ومسافرين بقول بحط كيس بلاستيك جنبهم وأقول لهم اي حاجه نفايات حطوها فيها، ولما ننزل نحطها في المكان الفلاني، فيقولوا ما فيش زباله في الشارع، اقول لها لا علينا من الاخرين، علينا بضبط سلوكنا احنا، ما لناش دعوه بالاخر. الحقيقه ان بعض ده نوع من انواع التمرد على الدوله، نوع من انواع التمرد على المجتمع، نوع من انواع التمرد على مفهوم الوطنيه والانتماء، وهو يوجد لدى فئه قليله قد يكون يشعر بالاحباط احيانا. يعني بعض هؤلاء يشعرون بنوع من الإحباط، نوع من التهميش، لأن من أسباب عدم الانتماء أن أشعر بأنني محبط، توجد أمامي العوائق التي تعوق تقدمي ومسيرتي على حد زعمه هو. الحاجة الثانية أن يشعر أنه مهمشا ولا قيمة له في المجتمع، فيتسرب إليه ما يسمى باسم الإحباط. الإحباط له مردود طبيعي في الشخصية من ناحية النفسية، يا إما أنه يبقى عدواني على نفسه، يا إما عدواني على الغير. عدوانه على الغير، الغير المباشر الطبيعي قد لا يستطيع لضعف إمكاناته الجسدية والأخ، فيعتدي على الرمز، يعتدي على مبهم مين الشارع، فابتدي عليه إزاي يعني أهي أرمي لك اللي بتاع في الشارع. يعني كأنه مردود لمكنون الإحباط المرتكز بداخله، اعتقادا منه بأنه ليس له دور، اعتقادا منه بأنه مهمش، اعتقادا منه بأن هناك كثير من العوائق التي تقف أمام طموحاته وتحقيق أهدافه، اعتقادا منه من أنه ليس هناك نوع من العدالة الاجتماعية. أيضا يكون هذا سبب مثل هذه السلوكيات الأسر التي لم تقم على التماسك والتعاطف والود. في بعض الأسر ست كل سمى الأسر اللافظة. طيب أنا أقف مع حضرتك عند النقطة دي، لأنه لما نيجي نبص للنوبة، وأعتقد أنه أهل النوبة اشتكوا كتير ان هم كانوا مظلومين على عقود طويله جدا، ودلوقتي الحمد لله الدوله بتعوضهم بشكل جيد جدا عن الاراضي اللي فقدوها. النوبه من اجمل الاماكن الموجوده في مصر وانظفها واحسنها، واحسنها سلوكا واخلاقا، برغم من دول تعرضوا لده والناس الثانيه ممكن تكون تعرضت لاشياء أخرى. جميل جدا، انت اخذتي يعني كانك تقولين انك يا دكتور اللي انت بتقوله ده مش بالضروره يكون ملزم، مش بالضروره طبعا المجتمع صح. اي انسان فينا في مكونين زي ما بيقولوا بتوع الصحة النفسية، إرادة حياة وإرادة موت. إرادة الحياة هي التي تكون إذا كانت أعلى من إرادة الموت، إرادة الموت تنصرف في إيه؟ مش بالضرورة يموت، إنما يكسر، يفسد ما حوله، لا يعني لا يكون إيجابيا بالمعنى الصحيح. أهل النوبة أصل المصريين، يعني لما تبحثي في أصولهم هم أصلنا إحنا، وقد تكون بحكم الجينات والأصولية إرادة الحياة عندهم أكثر من إرادة الإفساد، فتتغلب على مثل هذا
أو على الإحباط الناتج من الظلم الذي وقع عليهم ردحا من الزمن. يعني أظلوا فترة من الزمن ينافحون ويجالدون من أجل الوصول إلى حقوقهم نظرا لأن أراضيهم قد أخذت في مسألة بناء السد العالي. إرادة الحياة عنده عالية جدا، فتغلبت على إرادة الهدم وإرادة التشويه، فظل مستبقيا ومحافظا على كل قيم الجمال. هذا هو التفسير النفسي لوجود إرادتين داخل أي شخص فينا. مفيش شخص فينا مفيش فيه الإرادتين، مفيش فيه المكونين، بس لما يكون أحدهما هش والآخر قوي، القوي يظل مسيطرا والهش يبقى هو الأضعف. فأهل النوبة إرادة الحياة عندهم وإرادة القيم الجمالية موجودة عندهم، هذا هو تفسيري، فظلوا يحافظون على مكنون القيم الجمالية والمحافظة على البيئة وعدم الانصياع إلى إغراءات التمرد، حتى لأنه حاولوا معهم بعض الفئات أن يغريهم على التمرد على الدولة. يعني مش مسألة وقفت عند هذا الحد، إنهم ناس محافظوا على بيئتهم، محافظوا على ثقافتهم، محافظوا على قيمهم الجمالية. هناك من حاول أن يأخذ أهل النوبة إلى الدائرة الحمراء، صحيح. ولكنهم بسليقة المصري الجميلة وفطرته الأبية على التمرد وعلى العنف وعلى التكسير كفطرة لم ينسخوا وراء أحد. وهذا الذي قد يفسر لماذا أهل النوبة برغم الإحباط الذين عايشوا إلا أنهم ظلوا متماسكون، والحمد لله دلوقتي بيتم تعويضهم وإقامة الدولة برغم هذا الصدع وتعويض أهل النوبة. وهذا دور الحكومات في أنها، لأنه برضو لازم تلاحظ، يعني أقصد أنه حتى لو تأخر كثيرا ولكنه يحدث الآن. تلاحظ حاجة جميلة جدا، أي دولة بتتفك من الأطراف، بتتفكش من النص. طيب أنا عايز أرجع لنقطة تانية برضو مع حضرتك. حيك قلت أنه أهل النوبة كان في قدامهم مغريات كتيرة جدا أن هم يدخلوا في الريد زون أو المنطقة الحمراء. هل نقدر نعتبر أنه كمان التمسك بالعادات والتقاليد واعتبار أنه المجتمع، يعني أهل النوبة منغلقين، يوم لغتهم، يوم عاداتهم، يوم تقاليدهم الخاصة بيهم، طبعا هم جزء أصيل لا ينفصل عن المصريين، ودي قوة مصر أن احنا متنوعين في أشياء كثيرة جدا، فهل الحفاظ على العادات والتقاليد يحمي الشعوب؟ شوفي، العادة إلف اللازم، يقوم الإنسان على تكراره بطريقة لا شعورية أحيانا. العادة، لو واحد نايم ومتعود يحط الراديو جنب راسه وهو نايم، لو جه في اليوم دوت الحجارة خلصت وما اشتغلش هيتوتر وينفع. فالعادة إلف، والعادة جزء من المكونات الثقافية لأي مجتمع. أنت عندك العادة وعندك العرف وعندك التقاليد، كل هذه تتشابك مع بعضها وتفترق مع بعضها في مكونات. نعم، إذا كانوا يحافظون، هم محافظون طبعا بالفعل على عاداتهم، فالثقافة تعد حامي من الانزلاق إلى مزالق عدم الانتماء أو إلى التطرف أو إلى الدوائر الحمراء اللي هي ما الأعمال العنفية. لأنه متوارث الثقافة والعادة عند النوبيين أو عند الأطراف في جمهورية مصر. لا، احنا بنتكلم بقى عامة دلوقتي، يعني مش باخد النوبة بس كانت كمثال، مش النوبة بس، أنا فاهم. العادة دائما ملزمة، هي بتاخد من العرف حتة، فما تبى ملزمة العادات اللي احنا أخدناها اللي بياخدها الفرد والأعراف اللي بياخدها الفرد بتحكم سلوكه عادة. ليه؟ لأن قلنا هم جزء من الثقافة. الثقافة ست الكل هي المادة الخام للاتجاه والميول والقيم والمعيار، المادة الخام. ولذلك اللي ثقافته عربية هتلاقي اتجاهه عربي، قيمه عربية، ميوله عربية، معاييره عربية. اللي ثقافته غربية هتلاقي ميوله واتجاهاته وقيمه ومعاييره واخدة منها، شاربة منها. فإذا ما دامت العادة والأعراف والتقاليد، فنقدر نقول مكونات ثقافية تمثل مادة خام تؤثر في صناعة اتجاهه وميوله وقيمه ومعاييره. أما وأن العادات والتقاليد والأعراف منضبطة، فيخرج المعيار، يخرج الميل والاتجاه والقيمة والمعيار منضبط، فهناك علاقة وثيقة في الفعل ما بين ما يسمى باسم التقاليد والأعراف والعادات وما يسمى باسم التطرف، الإرهاب، الخروج عن الجادة، ممارسة أفعال ليست صائبة أو مخالفة للقانون. فالعادة تحكم الإنسان والعرف يحكم الإنسان والتقاليد يحكم الإنسان وتؤثر عليه. طبعا.
ده يخلينا نرجع ونقول انه طبعا كثير او كل العالم اتكلم على الثقافات المتنوعة، ويمكن كتير من الكتاب اتكلموا ايضا على الثقافة الشرقية والثقافة الغربية، بل في كتب يعني Clash of Civilizations او تضارب الثقافات يعتبر من اهم الكتب اللي اتكلم في هذه النقاط تحديدا. الملاحظ في الفترة الأخيرة، وأعتقد ده يعني ملاحظة شخصية وجهة نظر شخصية قابلة أنها تكون صحيحة أو خاطئة، أنه تصدير السلبيات من الثقافات المختلفة هي اللي بقت سايدة في العالم، وهي اللي بقت تحكم الشعوب، وبالتالي بقى فيه كثير من السلوكيات الخاطئة. بمعنى إحنا كشرقيين أو ثقافة شرقية عندنا عادات وتقاليد بنتمسك بيها وتربينا عليها، وجرى العرف ان هو ده اللي سائد عندنا في المجتمعات الشرقية. اصبحنا معرضين من خلال انفتاح السماوات ومن خلال فكرة الجلوبلايزيشن انه بقينا نشوف ثقافات تانية، بدل ما بناخد الجيد من هذه الثقافات بتلاقي بتتصدر بشكل او باخر من خلال وسائل الاعلام المختلفة الاشياء السلبية من هذه الثقافات، احنا للأسف بنتمسك بيها وبنمارسها في بعض الأحيان، فبالتالي تلاقي المجتمع بقى عندنا مسخ، لا احنا شرقيين ولا احنا غربيين، ولو احنا حتى فكرنا ان احنا نبقى غربيين فاحنا مش بالشكل، يعني احنا بناخد سلبيات الغرب ونطبقه عندنا هنا في الشرق. نعم. وهنا دي مشكلة كبيرة جدا، واعتقد انها بقت ملاحظة بعد دخول الانترنت وانفتاح الثقافة، يعني بعد السماوات المفتوحة بقت شائعة جدا في المجتمعات الشرقية. رأي حضرتك سيدتي، لماذا تتوق النفس البشرية؟ مش حكر على الشعب المصري هذا الاستخلاص، هو حكر على أي شعب من الشعوب. لماذا تتوق النفس البشرية دائما إلى السلوكيات غير المنضبطة؟ لأن النفس البشرية لا تمارس فيها أي جهل. أنت عشان أنا أكون منضبط لابد أن أضع إطار حاكم وضابط ومنظم ومرتب عشان أبقى منضبط. طيب لما عوز ابقى مش منضبط، لما تقري في طبيعه النفس البشريه تجد انه مش بالضروره يبقى منضبط ومرتب ومنظم، اي لا يوجد عليها اي قيود، وبالتالي هو اقرب الى النفس البشريه، لان النفس البشريه طيعه في هذا الاتجاه، لا يوجد عليها قيود او حاجه تحكرها او تخليها تنفعل. وبالتالي ليس هذا حكرا على شعبنا المصري، ولكنه اذا وفد الى شعب من الشعوب يؤثر في ثقافته ويؤثر في عادته. بقي سؤال، في أي مرحلة من المراحل يؤثر؟ وهل يمكن أن يرتد الإنسان إلى طبيعته الشرقية؟ هو يؤثر في مراحل معينة ثم تتغلب بعد ذلك، اللي هي في مرحلة المراهقة وما يليها بخمس ست سنوات، بعد ذلك أن يصل إلى مرحلة الرشد سرعان ما يعود لأصوله مرة ثانية إلى الأصول بتاعته وجذوره النقية الصافية التي يشرب منها، وإن تأثر قليلا ولكنه تأثر ليس جوهري بعد العودة. يعني يعود مرة تانية. ولذلك تجدي في القرآن الكريم يقول لي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فقدم الفجور على التقوى، لأن التقوى أقرب إلى الفجور، أقرب إلى هوى النفس، أقرب إلى الطبيعة البشرية، عدم وجود أي قيد عليها، تمارسه دون ما أن تنفعل، تمارسه دون ما أن يضع عليها حاجز أو حكر يضبطها. اما التقوى فان اللي هو هينضبط بقى، فالتقوى عاوزه نوع من الترتيب، عاوزه نوع من التنظيم، عاوزه نوع من التواطؤ. بالظبط تكون زي مساله الجهد المبذول في الهدم والجهد المبذول في البناء. انا اقدر ابني عماره في 20 سنه طبعا بعد ما اعمل لها ديكورات، لكن هدمها لك في يوم، في ساعه، بشويه متفجرات اروح منزلها. ليه؟ قالوا لان الهدم لا يحتاج لا ترتيب ولا نظام، عشوائي، شغل عشوائي. اما بقى حته البناء والتشطيبات عاوزه الترتيب وعاوزه النظام وعاوزه الاوكي وعاوزه بقى الحاجات اللي انت عارفاها دي كلها طبعا، واللون ده ومش اللون ده والكونتراست ولا متناقض الديكور ولا متجانس، وشغلانه كبيره. ففي ترتيب، في تنظيم، في تواطؤ. بالظبط كان هي دي حاجه ثقافيه زي دي بالظبط، يعني بتشبهها بالبناء والهدم. لكن انا بقول لك هو يؤثر. شوفي هقول لك على حاجه، استعرضي البحوث التي رصدت سلوك الشباب في مرحله من 14 ل 22، هي دي المرحله الخطر على فكره. وحتى صندوق الانماء الاقتصادي، صندوق الانماء تابع للامم المتحده، وجد ان اكثر انحراف يقع في الفئه العمريه من 14 ل 22. طب هاتي لي بعد 22
هتلاقي البت بعد ما كانت 1 2 3 4 والواد بعد ما كان 1 2 3 4 في الجامعه ارتد الى الحياه الطبيعيه وبقى اقرب الى الانضباط منه الى التهتك والتهطل والانزلاق وراء المجاءات دي كلها. الطبيعه البشريه طبيعه يعني احنا شعب معتدل على فكره، أكيد معتدلة. وعشان كده ده يحط مسؤولية كبيرة على الأهل إن هم يكرسوا وقتهم للأطفال وللشباب، يعني إحنا بنغرس في أولادنا اللي إحنا عايزين نلاقيه فيما بعد. أنا للأسف الشديد وقتي انتهى، شكرا لحضرتك يا دكتور وأهلا بحضرتك معي. ربنا يبارك فيك ويكثر ألف خيرك. نشكر كل السادة المشاهدين تابعونا النهاردة وإن شاء الله بكرة اللقاء يتجدد مع حضراتكم ومصر جدا.